إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك فيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. مع هذا الموقع لتعدين العملات الرقمية ومنها الدولار والبيتكوين والدوكوين والليتكوين، هذا الموقع يعطيك 10 جيجا هاش مجانا عند التسجيل، والخاصية الجميلة للموقع يعطيك 5 جيجا هاش بالمجان كل من يتسجل عبر رابطك، وبالنسبة إذا أودع الذي تسجل عبر رابطك تأخذ 10%. هذه إحصائيات الموقع إخوتي، وهذا كالكيلاتور أي حساب الفوائد. مثلا إذا اشتريت ب 100 جيجا هاش ب 0.02 بيتكوين، بعد شهر سترجع ما استثمرته بكل سهولة ثم تبدأ الأرباح. إذا نحن نعمل على الإحالة إخوتي، إذا أردتم العمل على الإحالة فهي أسهل بالمجان، تقومون بترويج رابط الإحالة في الفيسبوك في المجموعات المهتمة بالربح من الإنترنت والعملات الرقمية. طريقة التسجيل سهلة جدا، نضغط على register registration، الإيميل نعيد الإيميل، اسم المستخدم هنا، كلمة السر نعيد كلمة السر، نضع هذه الأرقام هنا، نضغط هنا ثم نضغط على register، أنا متسجل من قبل، تضع اسم المستخدم كلمة السر، تتخطى الكابتشا، تضغط هنا، تدخل إلى الموقع هكذا. هذه الإضافة تساعدك على الدخول مباشرة للموقع، تملأ بنفسها البيانات هكذا. إخوتي استغلوا هذا الموقع، لديه عدة شعبات في الإنترنت من الأشخاص، هذا الموقع معروف جدا هكذا، نضغط هكذا. هذا هو الحساب، هي 10 جيجا هاش بالمجان إخوتي. كيفية التعدين، تختار العملة التي تريد أن تعدن عليها، تضغط هنا هذا ماينينج، تضغط على ماينينج، نضغط عليه النافذة أنا أنصحكم بالدوكوين أو الدولار، أنا اخترت الدولار إخوتي، هيا بدأ يعدن. إذا كما قلت لكم إخوتي، إذا أردتم الإيداع في الموقع تضغط هنا ريبليشمنت، هنا البيتكوين أقل مبلغ 0.01 ساتوشي، اللي تكون 0.1 ليتكوين، الدولار 1 دولار الحد الأدنى، الدوكوين 1000 دوكوين، وبالنسبة للداش 0.01، بالنسبة للإيثيريوم 0.1، وبالنسبة للمونيرو 0.1، وبالنسبة للزيت كاش 0.1. تضغط هنا جينيريت، يعطيك عنوان محفظة العملة، تذهب إلى المنصة التي تعمل عليها أو المحفظة، ترسل لهم ذلك المبلغ. هنا للسحب كاش ويدراو، إذا البيتكوين أقل مبلغ هو 0.01، اللي تكون 0.1، كالإيداع مباشرة نفس الشيء، الدوكوين 1000 دوكوين، والدولار 1 دولار إخوتي، والداش 0.01، والإيثيريوم 0.1، المونيرو 0.1، والزيت كاش 0.1 إخوتي. الموقع رائع جدا، هنا إذا أردت استبدال مربحته إلى قوة التعدين في جيجا هاش، سننتظر قليلا تحمل الصفحة. هيا إخوتي كما قلت لكم، هنا مثلا تختار الحساب الذي لديك بالبيتكوين، مثلا إذا كنت تعمل على البيتكوين أو الدولار، ثم سيقوم بسطرة هنا، نقوم بالترجمة
كما قلت لكم إخوتي، تختار العملة التي لديها فيها رصيد من هنا، تضع القيمة هنا، سيظهر لك مباشرة جيجاهاش، تضغط هنا التحويل، هنا بارتنر الإحالات من طريق نيلم، هنا تجد الأشخاص المحالين لديك، هنا ستجد رابط الإحالة هنا والإشهار للموقع بانارات، هذا هو رابط الموقع وهذه هي بانارات. إذا إخوتي كما قلت لكم، الاستراتيجية أن تروجوا لرابط إحالتكم في جروبات الفيسبوك، أو الأشخاص الذين تعرفونهم يتسجلون عبر رابطك، لكل من يتسجل تأخذ 5 جيجاهاش. إذا تسجل 100 أشخاص سيصبح لك 500 جيجا أس زائد 10، 510، وسترى كيف يكون التعديل لديك. إخوتي هذا ما لدي في هذا الموقع، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.